انه يعني كل التطورات المتلاحقه من جانب الرئيس الامريكي جو بايدن سواء الاتصال دلوقتي في كمان ترحيب بالتزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بتدفق المساعدات من مصر الى قطاع غزه عبر معبر كرم ابو سالم مؤقتا ده معناه ان هناك كلام او حديث على معبر رفح. واوضح ان واضح البيت الابيض في بيان إن بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات، بينما أكد البيت الأبيض إن بايدن أعرب عن التزامه. ده الجانب الأمريكي إحنا اللي شفناه كان البيان المصري، التزامه بدعم مساعي إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل، وأشار إلى أن بايدن والسيسي تشاورا بشأن مبادرات جديدة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف مستدام لإطلاق النار في غزة.